امين، ومعايا مصممه الحقائب المميزه رولا غلاييني. اهلا رولا، كيف الحال؟ اهلا فيك. الحمد لله تمام. متى بداتي رحلتك في عالم تصميم الشنط؟ بعالم تصميم الشنط صار لي تقريبا 7 سنين. أيوة. انا عامله جرافيك ديزاين قبل، فيعني اوريدي فتت بعالم الفن والديزاين، بس بالحقائب بالذات صار لي تقريبا 7 سنين بدات، ويعني هلا صرت تقريبا مشتركه بكذا محل بالريجن وكمان عالميا كمان. طب انا طبعا بشوف شنطك مره حلوه وفيها مثل مره كثير. مزبوط. يعني فيها كده جيومتريك شيب وكمان مثل. صحيح. من فين بتستوحي افكارك؟ من تقريبا من وين ما كان صراحه، يعني أيوة. من الفن، من الاشياء الهندسيه، حتى من الطبيعه. يعني بحب دائما اخذ اشكال وحتى الوان وافكار من غير مواد وارجع اجرب احطهم بالباجز او تو ديزاين سمثينج اللي منه موجود بالعالم الفاشن. أيوة. فيعني بحس نوع النحاس اللي انا بستعمله ما كثير كان ينوجد بالاكسسوار قبل. أيوة. وحسيته كثير عم بيعطيني مجال لعبر عن الافكار اللي عندي اياهم. يعني بحس ان النحاس اللي بتستخدميه هو اللي بيميزك كثير. صحيح. يعني هي هي بصمه البراند. ايوه. نحاس، يعني دائما في نحاس، في نقطه نحاس او الديزاين كله من البيس تبعه هو نحاس، يعني حسب يعني بالديفرنت ديجريز. أيوة. بس دائما هي هي البصمه اللي موجوده بكل التصاميم. فوغ يو كي اختارتك من توب 100 ديزاينرز. صحيح. ايش كان احساسك؟ عن جد كان احلى احساس بالعالم، لانه نحن طبعا عم نشتغل بالعالم العربي وهيك، ودائما عندنا انه حلم نطلع برات العالم العربي، وهي كانت اول مره بلاقي انه عندي بوتنشل وعندي مجال لعن جد طلع الافكار اللي عم تيجي من هالمنطقه تصير براند عالمي. كلام جميل صراحه، بس ايش حسيتي الخصل اللي تميزك وتميز البراند يعني رولا غلاييني اللي خلتك تتاهلي انه تكوني توب 100 ديزاينرز؟ صراحة أنا يعني دايما بكل فكرة اللي بجرب طلعها دايما بفكر إنه في شيء موجود منه بالسوق ولا لا، يعني فبحس الفكرة اللي عن جد شهرتني هي فكرة الأكسسوري الأسوارة يلي it's attached للكلتش، يعني بيسكلي هي بتكون أسوارة وجزدين بنفس الوقت. أيوه. وبتلبسيها هيك بتحطيها بقلب إيديك مثل أسوارة، يعني فبحس هاي الفكرة كانت كثير جديدة، وهي هي اللي خلتني عن جد انشهر ويطلع لي هالانترناشونال اكليم. طب كيف البنات اللي مثلا يكونوا شوية اوفر ويت ولا مثلا طوال مرة، ايش يشيلوا شنط؟ ايش مقاسات الشنط تلبق على جسمهم؟ هلا اكثر شيء اللي ماشي بالسوق او الست عم تحب تختاره لانه في فيها تلبسها، يعني regardless of اذا كانت طويله او مش كثير طويله، هو الميديوم سايز باج. ايوه. اجمالا الكروس بودي، لانه الكروس بودي اول شيء كثير مميز بس عملي بنفس الوقت وبتلبق. أيوه. لكل الستات يعني، فهي هي الاكثر شيء يعني بحس انه اتس ذا يونيفرسال باج. وايش الترند اللي يور جونا فولو ات في ديزايناتك للسنه الجايه او للسيزون الجديد؟ هلا ما بدي اعطيكم كثير، بحب دائما يخلي في شيء سربرايز، بس اكيد دائما فكره انه اللعب مع النحاس دائما موجود. أيوه. بس كل سيزون على سيزون في نيو سيلوات، يعني في شكل جديد دائما اي انتروديوس ات، يعني كل سيزون على سنه. طيب قولي لنا مثلا لما تجي تشيلي شنطه زي هذه، هذيك شويه كلاسيك. مزبوط. كيف تلبقيها مع اوتفيت مثلا يكون فانكي، لو انت تبغي تكوني مثلا مره ستايلش او ترندي؟ اوكي. هي مثلا هيدي ستايل هي كلاسيك، اتس ا تايمليس بيس، بس رجعت انا اللي زدت عليها عملت الادجز شوي مش جالسين. حلو. يعني اجمالا بنشوف انه هيدا الحجم او هيدا ستايل كثير جاي مثل المربع. انا قلت لا، بدي اعملها شوي ادجي، شوي مودرن اكثر، فكيف حلو. فيني اعمل شيء كلاسيك بس بنفس الوقت عنده الروح الادجينس اللي موجود بالبراند، فاخترت هول الادجز يلي شوي فبتخلي الست يلي مثلا كلاسيكال تقدر تلبسها، بس بنفس الوقت اذا الست او حتى صبيه صغيره بتحب تكون عندها فانكينس اكثر فيها تلبس هاي، وفيها تحط ستراب مثلا، يعني هي كل جزئين بيجي مع. أيوة. ستراب. حلو. طويل، هو ستراب اللي بيخلي الست كمان ترجع تحس حالها مور يونغ وبراكتيكال وتو اد ادجينس سهل لبسها. اكزاكتلي. اذا حبت مثلا هيدا الشيب بس بدها شيء كمان فانكي زياده، في هيدي الديزاين يلي مثل ما شايفين في عنا كثير افكار بنحاس معموله هون، في عنا النحاس اللميع ذهبي، هو اكشلي اتس جولد بليتد. أيوة. جولد بليتد لميع وجولد بليتد يلي باهت،
عم بيعطي اكثر من الروح الكونتمبرري الادجنس يلي كمان بيخليها تو اكسبرس هير انديفيديواليتي اكثر. يعني انت هذا مازجر الجلد يكون كلاسيك والنحاس بيكون اكثر ترندي وادجي ويعني يصير يونغ. صحيح. بالذات الكروس كمان تخلي الواحد يحس زي ما قلتي يونغ وفريش. طب ايش الشنط اللي اكثر تحبيها في يور كولكشن؟ يعني اكثر بيس سويتيها وحسيتي ميزتك وحبيتيها مرة؟ هلا هالسيزون بالذات حبيت كثير الباكيت باج الجديد. أيوه. لانه هو الباكيت باج اجمالا انه يس كثير كثير عملي بس عاده بنشوفها بطريقه فيري كلاسيكال. حلو. فهلا هالسيزون هالموسم اخترت عملت ديزاين كثير مبسوطه فيه عن جد. اتس فيري ادجي اتس فيري كونتمبري اتس فيري نيو بس كمان الكواليتي اند ذا ليذر كثير كثير حلو يعني. سو اي ثينك هاي حتكون ماي فيفورت فور ذا سيزون. ايش تدي فاشن تيب للفيورز؟ للفيورز اكيد هو الانديفيديواليتي اهم شيء. يعني اكيد وحده انه ما تختار شيء بس لانه موضه. تختار شيء لانه هي بتحبه وبتحس انه هي فيها ات ريبريزنتس هير بيرسوناليتي. حلو. شكرا لدلا غليلي ليكي. انبسطت معك صراحه. الشنط مره حلوه. شكرا كثير. شكرا. وعودة لزميلاتي في استديوهات سيدتي في الرياض.